وجمع السيرة الهلالية في مجال الشعر، عشان كده عبد الرحمن يمكن بيعتبر من أهم الشعراء اللي كانوا بيدعوا إلى الدول العربية كلها، وهو معروف على مستوى العالم العربي مش بس على مستوى مصر، وبيحظى بنفس الجماهيرية والشعبية اللي بيحظى بيها في مصر. يعني ما بيروح أي مكان في دولة عربية الناس كلها بتسلم عليه وعارفاه. عايزة أقول إن عبد الرحمن كان له إسهام في الأغنية الوطنية، وكان دايما عبد الحليم حافظ له جمله مشهوره بيقول انه الابنودي كان دايما بيرشيدي بالاغاني الوطنيه عشان اغني له الاغاني العاطفيه علشان اغني له اغاني وطنيه. وطبعا الاغنيه الشعبيه دخلت يعني او منحت منحى جديد تماما، وهو غير ملامح الاغنيه الشعبيه بعد ما عمل اغنيه تحت الشجر يا وهيبه، اللي هي اول اغنيه كتبها لمحمد رشدي، وبعدها اغنيه عدويه. فعبد الرحمن الأبنودي مش بس تعاون طبعا مع عبد الحليم ومحمد رشدي، لكن كمان مع كبار المطربين في الوقت ده زي نجاة وشادية وصباح ووردة وفايزة أحمد، وبعد كده ميادة الحناوي. وطبعا كتب واستمر مع جيل الوسط مع علي الحجار ومحمد منير، وكتب يمكن أكبر عدد من الأغاني في تترات المسلسلات لعلي الحجار. ومحمد منير كتب له أغاني طبعا لها تميز وكان لها نجاح وشعبية كبيرة جدا. هو عبد الرحمن الأبنودي كان دايما بيقول منين بتكون مصر أنا بكون. فلما كان بيتبني السد العالي هو راح وأقام مع العمال في أسوان وعمل جوابات حراج القبط. لما كان في حرب الاستنزاف أقام على شط قناة السويس لمدة 3 سنين وأبدع وجوه على الشط. بعد كده في الثورة، وبعد الثورة عمل قصيدة الميدان وكانت أيقونة من أيقونات الثورة. فهو تواصل مع أجيال، وزي ما بقول إنه على مدى 50 سنة هو متواصل والحمد لله مستمر وعلى نفس المستوى. هو في فيلم طبعا، في فيلم هيتعمل، وطبعا الفيلم ده يعني كنت أنا يعني في مستضافة فيه، ويعني اتكلمت عن كتير من مشوار الأبنودي من خلال هذا الفيلم. طبعا الأغنيات كل المطربين المشاركين هيغنوا أغاني هم يعني اختاروها للأبنودي، فهو هيبقى نوع من بالذات حفل الافتتاح هيبقى كله أغاني الأبنودي.